أهلا وسهلا بحضرتك في الخلاصة. السلام عليكم وعليكم السلام. وسلام للجميع. اليوم نتكلم عن أزمة صحية للأسف عالمية في آخر 3 أيام آخر أخبار. المهم أنها تغدى أخبار طبية وصحية وإعلامية صحيحة. طيب اليوم وصلنا بمناسبة ضرورة أن المعلومات تكون دقيقة بروفيسور فؤاد، اسمح لي بس أبدأ مع حضرتك لأنه ضيوفي في الاستوديو لو كنت استمعت للنقاش وضحوا مجموعة من الحقائق بتقول بشكل واضح أنه المونكي بوكس هو مرض نادر لا يدعو للقلق بهذا الشكل. ليه منظمة الصحة العالمية أعلنته حالة طوارئ عالمية؟ وحتى في التقارير الصادرة عن المنظمة تحس أنه المفردات والتحذيرات فعلا تستدعي قلق كبير. هل ده محاولة يعني لمعالجة دروس فيروس كورونا ولا في بالفعل ما يدعو لهذا القلق؟ لا، هذا أول شيء تعلمت منظمة الصحة العالمية أغلاطها في مكافحة وباء كورونا فيروس، لأنه اتأخرت كثير عن نشر المعلومات وعن التحذيرات. ثانيا، اليوم نتكلم عن فيروس بنعرفه من سنة 1958 وأول حالة 1970. في عنا لقاحات، في عنا كل المعلومات، بعكس وباء كورونا فيروس. كنا في إيطاليا وأول يوم في المستشفيات أنا كنت أقاوم عدو ما بكش أعرف إشي عنه. هاي في هاي الحالة إحنا بنعرف كل المعلومات. ثانيا، واجب من منظمة الصحة العالمية إن تخبر آخر إحصائيات وآخر معلومات. اليوم نتكلم عن 1500 حالة في آخر أسبوع، أزيد من 19,000 حالة في أفريقيا، بدأ في أوروبا في السويد وفي الباكستان خارج أوروبا. في عنا نسبة توفي عالي، المتحور الجديد كلاد 1 يختلف عن كلاد 2 بتاع سنة 2022، إنه يصيب الأطفال ويصيب الشباب تحت جيل 15 سنة والنساء اللي حامل. عشان هيك واجب إن نأخذ الوقايات والتحذير وجميع الأشياء. طيب، اللي لازم خليني برضو أسأل المجال. حضرتك، هل نقدر نفسر التحذيرات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بمحاولة حشد الاستجابة، خصوصا الاستجابة المادية للدول الإفريقية، ومن يساعد إفريقيا أيضا فيما يتعلق بالتمويل، الإجراءات الطبية والصحية، مساعدة في البنية التحتية الصحية، أيضا فيما يتعلق بكل ما يتطلبه الأمر للحصول على اللقاحات والأدوية اللازمة؟ نعم، هذا سؤال مهم. إحنا في الوباء كورونا فيروس ونفس الإشي مبارح بيان صحفي لكل الدول الأوروبية ولكل الدول اللي في عنا ممثلين للرابطة، زاد من 22 دولة. احنا طلبنا من اوروبا باسرع وقت ممكن ارسال لقاحات، لانه موجودة في ايطاليا وفي اوروبا ومتوفرة الى افريقيا، لانه اوروبا لازم تتعلم من كورونا فيروس. مقاومة انتشار الفيروس في افريقيا هو مقاومة الانتشار في اوروبا. كل ما قاومنا في افريقيا وانحصر الامر في افريقيا، كل ما انه الاحتمال انه ما يوصلش لاوروبا والدول الاوروبيه. وهذا لازم يغدى درس مهم. عشان هيك اوروبا ودت ازيد من 250,000 جرعه. للاسف في بعض الدول لم توافق انها تبعث لقاحات، بس كثير من الدول اللي تعلمت وقاعده تبعث لقاحات لأفريقيا.